السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في الحصة رقم 15 من نهايات الدالة اللوغاريتمية. إذا الليميت ديال إكس مربع ناقص واحد ناقص الآلان واحد ناقص إكس أس ثلاثة في مولان فين؟ إذا حنا كنعرفو بأن النهايات الأساسية كتكون عندنا بلوس انفيني في زيرو بلوس بالنسبة للدالة دالة اللوغاريتم نيبيري، وبالتالي هنا كيمكن لي ندير تغيير متغير لأن حنا عندنا مولان فيني. إذا كيمكن لي ندير تغيير متغير ونرجع إكس تنفير بلوس لانفيني. إذا نضع إكس كبيرة كتساوي لنا موان إكس، وبالتالي عندما تؤول إكس إلى موان لانفيني فرا إكس كبيرة تؤول إلى بلوس لانفيني. إذا هنا وضعنا إكس كبيرة كتساوي لنا ناقص إكس، وبالتالي ناقص إكس أس ثلاثة راه غتساوي لنا إكس أس ثلاثة، وكذلك عندنا إكس كاري غادي تساوي لنا هي ناقص إكس كاري. إذا الأس أو لا هنا الأس خارج المربع، إذا غتساوي لنا هي إكس كاري. إذا الدالة غتصبع على هذا الشكل. إذا ليميت إذن كون إكس أو كاري ناقص واحد ناقص الألن ديال واحد زائد إكس أس ثلاثة، هنا إكس يؤول إلى بلوس لانفين. إذن هنا كذلك لا عودنا فغنلقى شكل غير محدد، لأن الليميت هنا غنلقاه كيؤول البلوس انفيني، وهنا غنلقى الليميت بلوس انفيني وبلوس انفيني ناقص بلوس انفيني شكل غير محدد. اذا خصني لا يمكن حساب النهايه مباشره، بالتالي خصنا نحيدو الشكل غير محدد. اذا غنعملو باكس اس 3 داخل الالان. اذا الالان ديال اكس اس 3 اذا غيبقى لنا 1 زائد 1 على اكس اس 3. هنا عندنا جداء، اذا يمكن لي نكتبو على هاد الشكل هدا، ليميت ديال إكس مربع ناقص واحد ناقص الألن ديال إكس أس ثلاثة. إذا حنا عندنا ناقص هنا، يعني إما غندير الأقواس وندير هنا زائد الألن ديال واحد زائد واحد على إكس أس ثلاثة، أو نحيد الأقواس ونغير الإشارة ديال. إذا هنا نحيد الأقواس ونغيرو الإشارة. الألن ديال إكس أس ثلاثة هي ثلاثة ألن إكس، إذا ثلاثة ألن إكس. إذا ثلاثة ألن إكس، إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. إذا هاد التعبير ما عنديش فيه إشكال في الليميت، كيبقى لنا الإشكال في هاد الجزء الأول. إذا شنو غادي ندير هنا؟ غادي نعمل بإكس مربع في هاد الجزء هذا. إذا الليميت، إذا عملنا إكس مربع في الحد الأول غتبقى لنا واحد ناقص واحد، ثانية ناقص واحد على إكس مربع ناقص ثلاثة الألن ديال إكس على إكس أس ثلاثة أو إكس مربع، لأن عملنا بإكس مربع ناقص الألن ديال واحد زائد واحد على إكس أس ثلاثة. إذا إلا درنا دابا التعويض المباشر فغنلقى عندنا هنا بلوس انفيني. إذا واحد على بلوس انفيني هي صفر، والألن إكس على إكس أوكاري في بلوس انفيني هذه نهاية أساسية ستؤول إلى صفر، والألن واحد زائد واحد على انفيني أي زائد صفر إذا ستؤول إلى صفر. إذا شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا بلوس لانفيني مضروبة في الواحد اللي هي بلوس لانفيني.